الفلسطيني. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، حياكم الله. اهلا بحضرتك، اهلا بيك فندم. هذه هي الحرب الرابعة ما بين اسرائيل وما يحدث في غزة الان. وجهة نظر حضرتك هذه المرة، هي المرة الرابعة، الخطورة تكمن فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بإيجاز شديد وباختصار شديد، هذه جولة جديدة من حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. نعم. كل مرة إسرائيل تتذرع بحجة وبذريعة لتواصل فصلا جديدا من فصول حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني. نعم. منذ بداية شهر رمضان بدأت الحرب بشكل معين من خلال طرد المقدسين من بيوتهم في مدينة القدس. نعم. ثم انتقلت إلى مناطق عام 48. نعم. إلى بعض مناطق الضفة الغربية، ثم الآن فصل آخر في قطاع غزة، عدوان مستمر وحرب ممنهجة، الهدف منها تركيع الشعب الفلسطيني وإجبارنا على القبول بالإملاءات السياسية الإسرائيلية التي تفرغ قضيتنا من مضمونها وتعمل على تصفية القضية الفلسطينية وإرهام الفلسطينيين وإجبارهم على القبول بأي شيء تقدمه لهم إسرائيل أو ربما يقدمه لهم المجتمع الدولي من أجل إرضاء إسرائيل. نعم. هذه الحرب لا يمكن أن تتوقف إلا إذا تدخلت أمريكا وفورا. أمريكا كلمة واحد. مفيش كلمة أي واحد. أمريكا. تحرك أمريكا. حتى توقعوا حضرتك وحل لما يحدث بشكل سريع إلا التدخل الأمريكي. كلمة واحدة. كلمة من البيت الأبيض. نعم. أو من وزارة الخارجية الأمريكية وحتى من موظف صغير في الخارجية الأمريكية. نعم. ستتوقف الحرب. ستتوقف. سيتوقف العدوان. سيتوقف العدوان. نعم. كل أوراق اللعبة الإسرائيلية، كل أوراق اللعبة الإسرائيلية في اليد الأمريكية. ولذلك الرئيس أبو مازن صحيح أكد على ضرورة تدخل واشنطن بالضبط لوضع حد للعدوان الإسرائيلي. نعم. عندما استقبل المبعوث الأمريكي اليوم أكد على هذه النقطة. نعم. يجب أن تتدخل أمريكا لوقف العدوان فورا. ولكن هناك تكملة لكل هذا. لا يكفي أن يتوقف العدوان ثم نعود إلى نفس المربع السابق. نعم. مبدئيا تتوقع قبل، ولكن تتوقع حضرتك يا فندم التدخل الأمريكي السريع دكتور محمود؟ ليه بقول لحضرتك كده؟ لأنه الإدارة الأمريكية وافقت على تزويد إسرائيل بقنابل وذخيرة هجومية بقيمة 735 مليون دولار. الواقع يشهد بعكس الأمنيات. نحن نتمنى أن تصدر تعليمات، ولدينا تجارب سابقة مع الإدارة الأمريكية والإدارات الأمريكية المختلفة. نعم. مع إسرائيل. نعم. عندما اعتدت إسرائيل عام 56 على مصر وعلى قطاع غزة واحتلت قطاع غزة لمدة 4 أشهر بكلمة واحدة من الإدارة الأمريكية انسحبت إسرائيل. بكلمة واحدة. عندما اعتدت إسرائيل في عام 2002 على قطاع غزة واحتلت منطقة بيت حانون. أيوه. بكلمة واحدة من الرئيس الأمريكي انسحبت إسرائيل. نعم. عندما امتنعت إسرائيل عن الذهاب إلى مؤتمر مدريد عام 91. أيوه. بكلمة واحدة من الإدارة الأمريكية رضخت إسرائيل وذهبت إلى مؤتمر مدريد. نعم. كل هذا يعطينا اليقين بأن أوراق اللعبة الإسرائيلية هي في اليد الأمريكية وأن القرار الإسرائيلي في واشنطن وليس في تل أبيب. تمام. لكن أيوة. كما قلت مرة أخرى، لا يكفي أن يتوقف العدوان ثم نعود إلى اجترار نفس الآلام والمآسي المعتادة. نعم. يجب أن يوضع حد للاحتلال، لأن السبب في كل هذه المآسي التي نعانيها نحن كشعب فلسطين والتي تعانيها كل المنطقة هو وجود الاحتلال. عندما ينتهي الاحتلال سينتهي كل شيء. نعم. نعم. عندما ينتهي الاحتلال سينتهي كل شيء وسيعم السلام للجميع وسيتحقق الاستقرار للجميع والأمن للجميع، لكن الاحتلال هو سبب كل المآسي التي نعيشها، ولا حل، لا أمن ولا استقرار إطلاقا إلا عندما ينتهي الاحتلال عن كل الأرض الفلسطينية وفي مقدمة الأرض الفلسطينية مدينة القدس. طيب مدينة دكتور القدس. محمود
خليني محددة مع حضرتك علشان يبقى الكلام واضح للسادة المشاهدين. لماذا لا تريد أمريكا التهدئة إلى الآن؟ خلينا نقول ما احنا ماشيين بالأحداث إلى الآن. لأن إسرائيل لا تريد ذلك. وماذا تريد إسرائيل؟ لا 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 لأن إسرائيل تريد أن كما قلت أن تركع الشعب الفلسطيني. وتريد أن تحرف الأنظار من خلال استمرار العدوان في غزة أو العدوان المستمر على غزة. تريد أن تحرف الأنظار عن المشكلة الحقيقية الأكثر جوهرية بالنسبة لنا وبالنسبة لإسرائيل. وهي القدس. القدس. وهي نعم. القدس. نعم. في ظل أصوات القنابل والصواريخ والدم والدمار الذي تمارسه إسرائيل في غزة يقل الاهتمام العالمي ويقل الالتفات العالمي إلى القضية الأساس التي فجرت كل المشكلة وهي القدس. نعم. وتشريد السكان والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل في القدس. ولذلك هي تريد مزيدا من الوقت لكي تتمكن من تمرير مؤامرتها في القدس، مؤامرة التطهير العرقي وجرائم الحرب في القدس. ثم بعد ذلك يتوقف العدوان بعد أن تكون غزة قد دمرت وعادت إلى الوراء سنوات وسنوات وسقط الشهداء وسالت الدماء. ولا يهم لا أمريكا ولا إسرائيل. ما يسقط ما يجري يهمنا نحن الذين نألم، نحن الذين ندفع الثمن. ولذلك نحن نريد وقفا فوريا للعدوان فوري. وليس كما قال تقول الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض خفض العنف. نحن لا نتحدث عن خفض العنف، نحن نتحدث عن وقف العنف. وقف العنف. وقف العنف. وماذا تريد فلسطين بعد وقف العنف؟ تريد حل سياسي ينهي الاحتلال ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، لأنه بدون ذلك سيبقى التوتر قائما. وبدون حل جوهري للقضية الفلسطينية، حل حقيقي يضمن كرامة الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية المشروعة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية، لن يكون هناك لا سلام ولا أمن ولا استقرار، وستكون هناك جولات جديدة من العنف. الدولة الفلسطينية المستقلة عندما تقوم ستكون هي الوصفة الحقيقية ليس لخفض العنف وإنما لإنهاء العنف في المنطقة. دكتور محمود، ترى أنه في هذه المواجهة الرابعة أو الحرب الرابعة تكتفت جميع الأطراف الفلسطينية؟ بكل تأكيد. بكل كل تأكيد. الفصائل. كل الفصائل. وبالمناسبة. رغم أنه العدوان على غزة هو عدوان علينا جميعا. لكن الذي وحد كل الفلسطينيين في الوطن وفي الشتات وفي جانبي الوطن في الضفة وغزة وحتى في أراضي عام 48. الذي وحدهم هو القدس. الجميع انتفض من أجل القدس ومن أجل الأقصى ومن أجل الحق في القدس. حتى غزة عندما تحركت من أجل القدس. وعندما تتحرك الضفة الغربية تتحرك من أجل القدس. وعندما تحركت الجماهير العربية، الجماهير الفلسطينية في الداخل الفلسطيني المحتل تحركت من أجل القدس. نعم، نحن اليوم كما قال الرئيس أبو مازن قبل أيام، دعونا نضع كل خلافاتنا جانبا. لا مجال الآن للبحث في أي نقطة خلافية فلسطينية. فلسطينية. كل خلافات نضعوها جانبا ولنتوحد على قلب رجل واحد. من أجل وقف العدوان ورد العدوان عن شعبنا وعن حقوقنا وفي مقدمة مدينة القدس. السلطة الفلسطينية قالت إن إسرائيل بتدفع بالصراع إلى مربعات الحرب الدينية. صحيح. زي. صحيح. عندما تستهدف المقدسات مع ما للمقدسات من سلطان وتأثير كبير على معنويات الناس وعلى ثقافة الناس وعلى وعي الناس، عندما تستهدف المقدسات لا أحد يمكن أن يقف ولا أحد يمكن أن لا يتحرك. وحينها سينتقل الصراع من الإطار المحلي الوطني الفلسطيني إلى دائرة أكثر اتساع وأكثر شمولا. لأن القدس
القدس لا تخص الفلسطينيين فقط. نعم. القدس تخص الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين، وهؤلاء يتواجدون وينتشرون في كل ربوع الكرة الأرضية. نعم. وبالتالي لن تقف الحرب عند حدود مشكلة فلسطينية إسرائيلية، بل مشكلة إسلامية إسرائيلية. إسلامية. ومشكلة إسرائيلية. مسيحية إسرائيلية، ومشكلة عربية إسرائيلية. نعم. وهذا الذي نحذر منه دائما عندما نقول إن على إسرائيل ألا تستفز المشاعر الدينية لدى الفلسطينيين ولدى العرب ولدى المسلمين، لأن هذا سيقود بكل تأكيد إلى إشعال حرب دينية طاحنة ستأكل الأخضر واليابس ولن تقف حدودها عند فلسطين. حضرتك تابعت فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورسالته القوية لقادة العالم بمساندة الشعب الفلسطيني؟ بكل تأكيد. بكل تأكيد نحن نعتز بهذا الرجل، ونعتز بمؤسسة الأزهر، كما نعتز بمصر عموما وبكل أمتنا العربية والإسلامية. لكن لشيخ الأزهر وللأزهر الشريف مكانة متميزة في وعينا، في ثقافتنا، في قلوبنا وعقولنا. وفضيلة الإمام الأكبر وهو من أكثر المحبين لفلسطين، ومن أكبر أصدقاء الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، دائما مواقفه صادعة بالحق، قوية ومباشرة، ولا يتحدث بلغة متلونة، ويتحدث بلغة مباشرة. إن على العالم الإسلامي والعالم أجمع أن يقف مع المظلومين من الشعب الفلسطيني. بشكرك دكتور محمود، بشكرك فندم، شكرا جزيلا.